السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم هنا فيديو جديد على قناة الدعم المدرسي. معكم الأستاذ عبد الله بالعربي، أستاذ التعليم الابتدائي. كما كتشوفوا اليوم احنا عندنا العناصر هذو اللي أغلبية ديالكم تعرفوهم. الموضوع غادي يكون بين اللي هو الكهرباء، عندنا بطارية، عندنا جوج الأنواع ديال البطارية، نحتاجو مصابيح. عندنا هنا اخترنا مجموعة المصابيح واخترنا مع واحد اللي هو معطل، حنا غنجربوهم. وهذا عندنا الأسلاك وأقاطع اللي هو هذا البيض. هذا أول حاجة نجرب المصابيح، بعدها نشوفو اللي خدامين. هذا جربناه كيما نحتاجوش لأنه كبير بزاف، خصو طاقة أكبر. نحتاجو غير مصابيح صغيرة. عندنا هذا أيضا، بينما هذا معطل وغنحتاجو باش نبينو بعض الأمور. أول حاجة باش نصيب دارة كهربائية بسيطة نحتاج بطارية، أسلاك أو لا سلك، ممكن نحتاج غير واحد، والمصباح. نركبوا هذا السلك في طرف وكنحاولوا نديروا المصباح نقيس. بما ان المصباح عنده جوج ديال اللون، عنده هذا الجانب الاصفر وعنده هذا القعر ديالو هذا، بينما كاين عندهم بيناتهم واحد الماده عازله اللي هي الماده السوداء. هذيك ما خصناش نلقص فيها، من السلك ما غاديش تشعل، يعني خص يكون تماس اول هنا والثاني يكون هنا. اذا غنديروه بهذا الشكل، وكتكون عندنا إضاءة ديال المصباح. هذه دارة كهربائية بسيطة مكونة من بطارية، مصباح وسلك. اللي بغينا نبينو غندوزو على نتكلمو على التراكيب، يعني التركيب على التوالي والتركيب على التوازي، اللي كيعني منو مجموعة من التلاميذ يخلطو بيناتهم. ها نحاول نبرزو اليوم الفرق بيناتهم. غادي ناخدو يعني هاد الأسلاك هادو ونحاول نصيبو واحد الدارة. أول شيء خصنا نربطو الأسلاك بالبطارية اللي هي غتعطينا التيار الكهربائي. في الطرف هذا غادي نحاولو نديرو مصباح، ونحاولو أن السلك يقيس فقط غير هنا، يقيس غير في الجانب الأصفر، ميقيش ليا أسفل ديال المصباح، لأن القاسو مغاديش يكون، يعني تكون الدارة متكونش مزيان، تكون كأنها مفتوحة. ناخذ هذا المصباح هذا ونديرو في الطرف الثاني. غادي نحاول نربط المصباحين بهذا السلك هذا. هنا جيب لكم القاطع، عندنا السلك هذا القاطع، عندنا المصباح، نحيدو هذا الشيء، نحط المصباح الاول هنا، نحاول نحطو التاني هنا. كنشوف عندنا إضاءة ديال المصباحين، حتى هذا راه مضيء ومتوهج، ولكن كنشوفو الشدة ديال الإضاءة ديالو كيف دايرة، شدة ضعيفة، بينما الآخر شدة يعني واضحة أكثر، يعني متوهج أكثر. هذا تركيب على التوالي، نجربو إلى طفينا القاطع، يعني نفتحو الدارة باش ميمورش التيار، ونجربو نشلو واحد المصباحين أو كلاهما. كنشاهدو بأن النتيجة واحد مكيشعل، يعني إلا طفينا القاطع كيطفى بجوج. نعاودو نشلو القاطع، كيشتغلو المصباحين ولكن بشدة إضاءة اللي مختلفة، وراه باين الفرق بيناتهم. هدا راه تاهو كنشوفو مزيان، راه كاين الإضاءة ولكن ضعيفة. هذا التركيب على التوالي. نجربو نديرو مصباح معطل، المعطل قلنا هو هذا، نجربو نديرو معطل نشوفو واش غادي تكون إضاءة في أحد المصباحين. كنشوف بأن لا يضيء أي مصباح ولا يتوج أي مصباح من المصباحين، لا هذا متلف راه مغاديش يضيء، ولكن التاني صالح ولكن لم يضيء. إذا التركيب على التوالي، إذا
غيرنا أحد المصابيح من مصباح متلف، فإن المصابيح الأخرى جميعها تنطفئ، سواء كانوا عندي 4 أو 5، اللي كان لدرجة غير واحد اللي ما خدامش، الأغلبية اللي ما غاديش يشعلوا ليا كاملين، لأن هذا المصباح تيلعب لي دور ديال القاطع مفتوح بحال تيفتح لي الدارة، إذا التيار ما كيمرش. نرجعوا المصباح اللي هو يشتغل، وكانت مرة نديرو تركيب على التوالي، على التوازي. نسينا واحد المسألة اللي هي اللي شفنا هنا، اللي درنا مصباحين وربطناهم كما في الأول، كنشوف عندي الإضاءة، ولكن راه كاين الفرق كما قلنا في الأول. كنشوف إلا تبعت الأسلاك غنلقى عندي حلقة، يعني مصايبة لي بالأسلاك حلقة واحدة، يعني عندي بحال واحد إلا تبعت الأسلاك غنلقى واحد بحال الدائرة مثلا، وغير واحدة حلقة واحدة. دابا ندير التركيب على التوازي، التركيب على التوازي غنحاولو هذا المصباح غادي نحاول نديرو هنا، جينا هي المصباح هذا عنده الإضاءة ضعيفة جدا، نحاول نغيره بمصباح آخر ولكن يشتغل ماشي اللي معطل. نحطو في كود الأسلاك باش ميكونش لنا مشكل، باش نعرفو شنو كنديرو، نخلي القاطع هنا بالجانب ديالنا. هنا خصني نحط هاد المصباح هنا، عفوا كاين شي مشكل هنايا، وانا غير نضبط الامور. اذا حلينا المشكل، كان مشكل في حد الاسلاك. الان كما تبعوا الاسلاك، عندنا سلك مرتبط بالبطاريه، السلك الاول غنتبعوه، يعني غادي ليا القاطع وغادي ليا المصباح الاول، بينما السلك اللي في الطرف الثاني ديال البطاريه هو هذا هو السلك اللي كاين هنا. غادي نحاول نحطو المصباح الاول، نشوفوا الإضاءة ديالو، يعني راها واضحة، إضاءة هي شديدة. وندير المصباح الآخر في الطرف الثاني، كنشوف الإضاءة راه تقريبا نفسها، بينما إلا حاولت نحاول نطفي الدارة من خلال القاطع كنطفي غير مصباح واحد، هذا كيبقى متوهج. نحاول نشغل الدارة، كيشتغل المصباحين بجوج، إذا هذا القاطع تحكم غير مصباح واحد لأننا درناه مع مصباح واحد، ولكن كنشوفو بأن المصباح الآخر لا ينطفئ، يعني ما عندوش علاقة بالمصباح الأول. إلا جينا نشوفو يعني شحال عندي من حلقة، شوفو مزيان، نحاول نرفع الأسلاك، وعندي الإضاءة شديدة، كنشوفو عندي الحلقة الأولى جاية من المصباحين البطارية، والحلقة الثانية غدا من المصباحين القاطع التيار، يعني عندي جوج ديال الحلقات. بينما نحاول نغيرو مصباح اللي هو صالح، نغيرو بمصباح اللي هو متلف اللي تكلمنا عليه في الاول، نشوفو واش غيدير لنا شي تغيير على الدارة ام لا. يعني شفنا في التركيب على التوالي بان المصباح المتلف اذا قمنا بوضعه في الدارة فانه لا يسمح بمرور التيار للمصابيح الاخرى. حنا غنجربوها في التركيب على التوازي، نديرو في هاد الطرف ونديرو مصباح الآخر في الطرف التاني، نشهدو بأن المصباح يعني يضيء والآخر راه متلف مغديش يضيء، ولكن ما كيأثرش عليه، كيبقى الآخر مضيء بنفس الشدة اللي كان فيها في الأول مع نفس المصباح. إذا كنشهدو بأن كاين فرق كبير ما بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي، بحيث أن في التركيب على التوالي تكون عندي يعني بشكل حلقة واحدة، يعني الأسلاك تدور في حلقة واحدة كنلقاها ما بين البطارية والمصباحين. ايضا اذا قمنا بتغيير احد المصابيح بمصباح اخر متلف، فان جميع المصابيح
يعني لا تضيء اذا المصباح المتلف يلعب دور قاطع تيار مفتوح، يعني لا يسمح بمرور التيار. بينما في التركيب على التوازي فإن الإضاءة تكون بنفس الشدة بالنسبة لجميع المصابيح، كلما يعني كيفما كان العدد تكون الإضاءة يعني نفسها. أيضا إن قمنا بتغيير أحد المصابيح بمصباح آخر يعني متلف أو معطل، فإن المصابيح الأخرى يعني تتوهج، يعني لا يؤثر فيها المصباح الآخر الذي هو معطل. أيضا لاحظنا بأن بالنسبة للحلقات فإن في التركيب على التوازي كنشكل حلقتين إلى عندي مصباحين، كانت ثلاث مصابيح هنشكل ثلاثة الحلقات، أربعة المصابيح أربعة الحلقات، يعني كيكون عندي كل مصباح تندير لي حلقة ديالو خاصة بيه، وهذا كيخليني كل مصباح مستقل بنفسه، بخلاف التركيب على التوالي لأن المصابيح تكون كلها متعلقة ببعضها البعض، إذا تعطل أحدها فإن جميع المصابيح الأخرى تنطفئ. إذا هذه كانت شهادة المنزل اللي فيه المنزل بطبيعة الحال فيه التركيب على التوازي، لأنه رغم تعطل المصابيح في المنزل فإن المصابيح الأخرى أو الأجهزة الأخرى تبقى تشتغل بدون مشاكل. أيضا كنشاهدوها في خارج يعني في الشوارع في التزيين، يعني الأعمدة الكهربائية كنشاهدوا بأن ربما يكون مصباح أحد الأعمدة معطل لكن الأعمدة الأخرى يعني تضيء بالليل، هذا يبين أنها أيضا تم تركيبها على التوازي. إذا فهذه هي الفرق ما بين أو هذا هو الفرق ما بين التركيبين على التوالي وعلى التوازي. نتمنى نكون يعني وصلت الفكرة، إذا كان أي سؤال أي ملاحظة ممكن تخلوها لنا أسفل في التعليقات. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، يعني تابونوا في لاشين، تفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات اللي كتنشر على القناة، لأن مازال إن شاء الله فيديوهات أخرى ب يعني طرق مختلفة، سواء على نشاط علمي أو على رياضيات فرنسية عربية على حسب الطلب ديال المتتبعين الكرام. إلى اللقاء وفي فرصة قادمة إن شاء الله.